بالاحتفاليه كل العالم تنطر انه جيلنا يتعبر عنه بالشباب. ما بعرف احيانا بيقولوا انه جيلنا عم يتعبر عنه بغير شباب. مساء الخير لكل اللي عم يشوفونا على الفضائيه السوريه وعم يسمعونا على صوت الشباب. محمد العطار ودنيا دهان من يعني فريق عمل دمشق عاصمه للثقافه. مفترض كان يكون معي اليوم ضيف مختلف لكن اعتذاره بالاسباب طارئه وسفره طبعا برا البلد خدمني كثير لاسباب كثيره. اول شيء انه اليوم هو افتتاح جديد، افتتاح رقم 3 لدمشق عاصمة للثقافة، لكن بالأندلس بغرناطة بقصر الحمراء. كان يعني من المفترض يكون معي إن شاء الله من أجل حلقته ليوم جديد لضيفنا اللي كان مفترض يكون اليوم، لكن اليوم هذا التزامن خدمني بشكل كتير كبير. وهذا الافتتاح هو بيتزامن مع مجموعة الفعاليات الخارجية اللي بتهدف لإبراز وجه هيك بدي أراها بالحرف الواحد، تهدف إلى إبراز صورة سوريا والتعريف بانتاجها الثقافي الذي يستحق أن يكون من مكونات المشهد الثقافي في العالم. سؤالي، نحن بحاجة لأنه نقول للعالم أنه ثقافتنا تستحق؟ أول شيء مساء الخير. نحن بحاجة، لا يعني القصة ما لها علاقة بالحاجة، بس يعني مدام نحن يعني مؤهلين أنه نحن نكون هيك فيعني هذا شيء طبيعي نعمله. يعني طبيعي أنه نحن نعرف عن حالنا برا ونقول مين نحن، يعني هذا الشيء الطبيعي. بس مو القصة ما لها مرتبطة بموضوع الحاجة، مرتبطة بالموضوع اللي نحن موجودين فنحن لازم نكون كمان موجودين برا. أنت منسق لهذا الموضوع محمد؟ أنا مكتب التنسيق بالأمانة العامة، بالأمانة العامة الاحتفالية لدمشق عاصمة الثقافة. أنا بس بدي زيد شيء على اللي قالته زميلتي دنيا. كان في سؤال من بداية التحضيرات للعاصمة اللي بلشت ب 2007 بمرحلة مبكرة، هل العاصمة حتكون عاصمة الثقافة العربية ولا حتكون كمان عاصمة عربية للثقافة العالمية؟ بعتقد الجواب كان انه الاثنين سوا، يعني نحن نحتفي بالثقافه العربيه بالثقافه السوريه العربيه. التأصيل اكيد هذا فرص لبعض الفعاليات اللي بتظهر التأصيل الثقافه العربيه والاحتفاء، بس كمان بنحتفي بالثقافات العالميه لانه دمشق كانت دائما مكان لاستقبال الثقافات الثانيه. هذا محور مهم وكبير بدنا نحكي فيه، بس خلوني بالتفصيل عرف عن ضيوفي. دنيا الدهان هي مساعد الامين العام للاحتفاليه، محمد العطار هو من مكتب التنسيق لبرامج الاحتفاليه. هني طلبوا بدكم تقروا مكتوب الصفه تبعهم من فريق عمل الامانه العامه. هذا دليل صح. شو دليل؟ انكار للذات ولا تماهي مع الاخر بالعمل ولا شو دنيا؟ السؤال لي الحقيقة لأقول لك شو، نحن بنشوف إن نحن فريق واحد عن جد، فريق أمانة. يعني أي شيء بيطلع عن دمشق عاصمة الثقافة العربية فهو من أصغر حدا لأكبر حدا هو مشارك فيه، فما في مشكلة للتسميات. بالنهاية نحن أسرة واحدة، فريق واحد، ويعني هذا السبب الحقيقة. يعني شو أعماركم يعني كنتوا كفريق؟ بالعموم الحقيقة معظم الفريق تحت، فيني اقول تحت 30 سنه، تحت 30 سنه، بين 25 و30 سنه. هذا موضوع كمان بيحمل الايجابي والسلبي، بدنا ندخل فيه. قبل ما نبدا ونشوف مشاهد من الافتتاح بدنا نبحث، والافتتاح يعني في كثير حكي بيبحث بهويه الافتتاح وهويه الاحتفاليه عموما، وبدنا نجيب ضمن السياق مثل ما قال محمد، هل نقدم ثقافتنا باستضافه فعاليات غربيه اكثر من عربيه؟ والسؤال الثاني، ما نسبة حضور الجيل الشاب بالتحضيرات ونشاط الاحتفالية؟ بدنا نشوف مقطع من الاحتفال الرسمي، مقطع مغنى، وبدنا نتابع بعدين بمحاورنا على هوا صوت الشباب وعلى الفضائية السورية. ودائما ننطر مفاجآت بهاي الحلقة عند الشباب وعندي أنا كمان. خليكم. يا نجما في الكون تألق أنت يا حبيبة نبل البشر، يا حلما في الأرض تحقق.
عشقنا لك ينساب نهرا يا وطنا في العلم أبحر إبداع أجيال يغمر الدهر صحو العقل في دفئك أزهر ظلك نحن على الشام تشبعها غمرا يا صخرا من الحب ترقب يا صخرا من الحب ترقب يا صخرا من الحب ترقب. على كل الأحوال لكل اللي عم بيشوفونا وعم يسمعونا صوت الشباب الفضائي السورية، الحلقة هاي بتتميز أول شيء أنه مفتوحة الاتصالات مباشرة على الهواء ليكون عندكم أي سؤال ضمن حضور جيلنا بالاحتفالية، جيلنا أولاً كمشاركة، ثانياً حتى كمتابعة وجمهور. أرقام الهواتف عم تظهر على الشاشة للمشاهدين للمستمعين من أولى 2-246-854-251-9-716. محاورنا هلا مثل ما اتفقنا مع الشباب واللي هن نسوا بعتقد لانه كثير عندكم ضغط، هيك قال لي محمد، هو اجمالا بيختص بالثقافه عموما بكل المحاور، وبدنا نبدا اكيد نحكي عن الكتاب اللي هو اساس للثقافه بما يحوي قصه، شعر، روايه، ابحاث الى اخره، الفنون، المسرح، السينما، التلفزيون، التمثيل، الغناء، الرقص الى اخره، نحكي عن الثقافه الالكترونيه وعن الموقع تبعكم عشان نقول للعالم يفوتوا عليه ويعرفوا الفعاليات، ونحكي عن الاحتفالية والإعلام أو الإعلان عن الاحتفالية واللي هي كتير مهضوم حقها، وعندنا محور بالأخير هو جيلنا وفيروز. فيروز أبرز حدث حتى الآن بالاحتفالية، وبدي أقول شغلة، الحدث اللي عم بيصير اليوم بغرناطة هو ليس افتتاح ثالث، يعني أنا عم أقول هيك لأهميته لترابطه مع هذا الحدث، لكن هو فعالية من ضمن الفعاليات الخارجية. ليش ما بنعتبره احتفال؟ في مشكلة؟ لا ما في مشكلة، بس يعني فعلياً يعني هو فعالية. نحن كان في عنا افتتاحنا الأول اللي هو الافتتاح الشعبي، والافتتاح الآخر اللي هو افتتاح رسمي. فالحقيقة لأنه في عنا مجموعة فعاليات حتكون برا، ما معقول كل فعالية بنعملها بنسميها افتتاح، يعني عرفت عليك؟ فهي فعالية من الفعاليات. فيها يمكن وعد بحسون. وعد بحسون رح تغني. رح تغني. بدي المعلومة منك. أنا إيه عظيم. أنا بعرف إنك تعرف بس حساعدك. هتغني قصائد لابن زيدون وابن عربي طبعا. ابن عربي. وحيكون في مغنيين اسبانيين. الحقيقه مثل ما واضح المكان، اختيار المكان ومن ثم تيمة الغناء والقصائد المختاره هي لترسيخ الفكره اللي قلتها حضرتك من شوي، التاكيد على البعد العالمي للاحتفاليه وترسيخ اواسر العلاقات الموجوده اصلا اكيد الحميميه بين اندلس، بين قوسين أوروبا ودمشق. في خلاف مشارك حول هذا الموضوع، ممكن يجينا اتصال نعرف نقدر نجاوب عليه نوضح أكثر، وهذا بيهمنا. على كل الأحوال قبل ما أقول بلش بالمحاور بدي أذكر أنه على rtv.gov.sy موقع هي العام إذاعة التلفزيون تبعتوا مشاركات الإنترنت، كمان على amjadtv.net في سؤال استبياني، هل أعجبك الافتتاح الشعبي والرسمي لدمشق عاصمة للثقافة؟ نعم، لا، لم أشاهده. نعم 60%، لا 23%، لم يشاهد الافتتاح 16%. بالافتتاح أو عن الافتتاح انكتب ب 21/1 كتب تحديداً راشد عيسى بالسفير: كانت احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية أثارت وما تزال جدلاً محلياً ويومياً حول هوية الاحتفال وما إذا كان ينبغي لها أن تقدم الإبداعات العالمية على حساب المحلية أو العربية التي ينبغي أن تمثلها. يجب أن تمثلها أم يجب أن لا تمثلها أو تقدم الفعاليات الغربية أو النشاط الغربي؟ وفي كمان كتب أن فتيات قدمنا من آخر الدنيا لتقديم الافتتاح الشعبي لمدينة تختزن من الفلكلور والرقص ما يجعلها بغنى عن كل رقص غريب. هاي وجهات نظر، في حكي أو في رد على هاي وجهات النظر؟ أنا بدي أقول بالنسبة للراقصات، الحقيقة ما كانوا بس الراقصات هنن جايين من برا، كان في الراقصات السوريات، يعني حتى كمان ما نغفل جهود الآخرين. لا في يعني صبايا سوريات اللي هنن طالبات المعهد العالي للفنون المسرحية، هنن كانوا من المشاركين. نحن الحقيقة بهذا العام مشاركين قديش؟
مشاركين يعني في دمى كانت عم تطلع وفي صبايا هن عم يمشوا بهي الدمى، كانوا هدول الصبايا هن سوريات وليسوا يعني من برا، يعني من ايطاليا. خلينا قدموا رقص شرقي برايك؟ لا ليس رقص، يختزن الفولكلور السوري. والحقيقه ما كان في رقص، يعني فعليا ما كان في رقص، يعني لا في رقص غربي ولا في رقص شرقي. في شيء تعبيري، في شيء تعبيري وفي عرض، يعني هذا العرض تقنياته ويعني الصعبه، يعني الحقيقه اللي نحن ما لنا متعودين عليها كانت من برا، بس كمان كان في كادر سوري كبير كثير عم يشتغل. يعني الحقيقه بالنهايه في كادر سوري هذا دائما هو وراء الكواليس، هو اللي كان عم يشتغل وهو اللي بذل مجهود كثير كبير خلال فتره كثير قصيره لحتى نجح هذا العمل. فيعني ما فينا نغفل انه هذا عرض جاي من برا. يعني طيب محمد، دور جيلنا بتحديد هويه الافتتاح، بعدين تحديد هوية الاحتفالية عموما، بعد ما اسمع داليا على الهاتف اول اتصال. الو داليا. الو 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 داليا تفضلي. الو الو تفضلي داليا. مرحبا استاذ امجد، انا دانيا بالنون. بالنون؟ وين بتجي النون؟ دانيا 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 ايه بتجي بعد. اهلا دانيا تفضلي. انا اول شيء بقول انه انا بتمنى لسوريا عاصمه الثقافه العربيه، وبهنئها على هي الصفه الجديده، وان شاء الله هي رح تكون صله وصل بين الدول العربيه. وانا كمان حضرت الافتتاح على التلفزيون وافتخرت انه انا من سوريا، وسوريا هي يعني انه هي عاصمه. دانيا دانيا يا ريت نفوت بالسؤال دغري مشان لانه عندنا كثير محاور. انا ما عندي سؤال بس حبيت اشارككم واقول انه الله يعطيك العافيه. انا بفتخر اني من سوريا. شكرا كثير وكلنا بنفتخر. شكرا لك دانيا، بتمنى لكل اللي عم يتصلوا معنا انه يفوتوا بسؤال او مداخله بشكل سريع ومكثف. يعني مشاعركم الطيبه بنحمل اكثر منا بكثير، ما هيك دور جيلنا. مشكوره دانيا. بس خليني افهم بما يخص الاحتفاليه اولا ومن ثم لا بما يخص الافتتاح حضورك يعني حضورنا كجيل بالافتتاح ثم بتحديد هويه. طيب انا ما يعني ما بدي اعيد الكلام بس مضطر وضحه. خليني اقول اللي قالته دنيا في يعني في الحقيقه الجهود اللي انبذلت من قبل ناس بقيوا سهروا وناموا بساحه المؤمنين حقيقه، وهذا يعني من نافع القول يعني حقيقه باب الانصاف فقط، سوريين خريجين معهد عالي، ممثلين تقنيين، وانا اسف لاني ما في مساحه ولا حتى ذاكره كافيه لاقول كل الاسماء، اشتغلوا وتعبوا وصدقا ما كان ممكن العمل انه يشوف النور لولاهم. بس انا بدي بصراحه فضل. مين اعد وكتب للافتتاح الرسمي والشعبي؟ لا بدنا نميز لانه في الحقيقه الافتتاح الرسمي مختلف تماما، يعني طيب. عنده سياق مختلف، عنده تيمة مختلفة، عنده شكل فني مختلف. يمكن نشاف او على الاقل اللي شاف كان في بساطة يعني واضح جدا، في تيمة العلاقة بالعلاقة مع المدينة ادبا. من لا لا عندك معلومات مين اعد له او كتب له نصه؟ لا النصوص الادبية مختارة اصلا ومكتوب كان يعني مختار. نصوص مختارة من اشعار نزار ونثره واشعاره. في مدام نائل الاطرش كانت احد اللي قاموا على الحفل بشكل رئيسي طبعا على تنسيقه واظهاره بهي الصوره اللي شافوها الناس او اللي حضروا اللي قدروا يحضروا تلفزيونيا او على ارض الواقع. دنيا في ناس بيعتقدوا انه جيلنا كمان يعني ما هو بمصر الثقافي، هو جيل شاب وكذا وهيك. يا اخي في عندنا كبار بالثقافه، احنا ليش ما عم بيكونوا موجودين؟ ولو هن الاصل بكل الاحوال يعني مجامله؟ لا لا عن جد ماني مجامله، بس يعني هذا الشيء لك كيف هن اساتذتنا، يعني انت اللي عم تحكي عنهم هن اساتذتنا، فيعني ما معقول انه هن ما يكونوا موجودين. هن موجودين بالنصيحه باللجان، يعني رح اقول على المستوى الرسمي هن موجودين بلجان. بالنهايه لما نحن تم اختيار مثلا المنح الانتاجيه تبع المسرح وتبع السينما والانيميشن، كانت اللجان هي من هدول الاشخاص. هن بس بالحقيقه هن اللي اخرجوا او هن اختاروا النصوص وهن عملوا حفل الافتتاح. مدام نائله هي وهي مدام نائله من اساتذتنا يعني مو من جيلنا، يعني اذا حضور الاساتذه كان اكبر. هلا هذا شيء ثاني، الافتتاح انا عم بحكي عن حضور هدول الاشخاص او هذا الجيل بكل الاحتفاليه. طبعا مدام نائله يعني فعلا مثل ما انت عم تقول هي اشتغلت على الافتتاح الرسمي، بس انا عم بحكي الحقيقه على كل الاحتفاليه انه هذا الجيل هو موجود. لولا يعني عن جد في يعني ما بتمشي الامور، يعني بالنهايه في توازن
الشباب عم يشتغلوا والجيل الآخر هو اللي دائماً عم بيدعمنا، دائماً عم بينصحنا، دائماً عم هو مرجعيتنا بشكل أو بآخر. طب نسمع حسين باللي قبل ما تجاوبوني مين اختار الموسيقى ومين وفي مجموعة شغلات حاب استفسر عنها. حسين تفضل. ألو حسين. ألو مساء الخير أستاذ أمجد. مساء الخيرات، أهلا وسهلا فيك. ألو مساء الخير أستاذ أمجد. يا هلا، سؤالك حسين. مساء الخير لك ولضيوفك أستاذ أمجد. يا هلا، شكرا لك. سؤالي بدي هني حالنا وهني سوريا أستاذي بهالمناسبة، إن سوريا وهني سوريا بالعموم على إنها عاصمة الثقافة العربية. في سؤال محدد لك ولضيوفك، ومن خلال المكالمة بنقل مشاعر كل الشباب السوريين هوني. شكرا. مشاعر كل الشباب السوريين الموجودين بليبيا اتجاه وطنهم سوريا. شكرا جزيلا حسين لألك. إذا ما في سؤال أنا بعتذر من المتصلين، إذا ما في سؤال عند علي هلأ بدي ما بقى أخذ اتصالات، تسمحوا لي. ألو علي. ألو. ألو علي. ايوه مرحبا، تفضل حضرتك سؤالك علي. يلا كيفك امجد؟ يا هلا. هلا السؤال اللي بيطرح نفسه انه هلا يعطيهم العافيه الشباب انه هن بهي الجمعيه، بس بدي اعرف شو هي مؤهلات هدول الشباب وعلى اي اساس تم انتقائهم ليفوتوا بهي الجمعيه. اوكي شكرا كثير لك، سؤال كثير مهم. علي عم يسال شو مؤهلاتكم، مؤهلات الفريق العامل، وعلى اي اساس تم انتقائكم، لانه في جيل كبير حاب يكون مشارك وما انه مشارك، عم بيقول انه استفادوا منه وهو ما انه موجود، وعم بيقول كمان انه استبعد، وعم بيقول فينا نوضح اول شيء مؤهلاتكم والفريق العامل. هلا يعني بحس الواحد بالاخير صعب يحكي كثير عن حاله، بس حابدا بالشق الثاني بالسؤال. حتما هي بس للتوصيف، ما جمعيه، هي هيئه يعني عمرها السنه. يعني ما في بعتقد لا هي الهيئة ولا أي مؤسسة أو أي احتفال أو أي نشاط بيقدر يستوعب عدد كل الشباب أو عدد كتير كبير من الشباب. فنحن بالحقيقة هذا للأسف الشديد أكيد بعتقد الموجودين، وهذا متاح ونحن على تواصل دائم مع الناس الحقيقة. هن جميع بكل بساطة يعني هن ما نون أميز من الناس اللي ما عم يشتغلوا ولا أقل تميزا من الناس اللي ما عم يشتغلوا. شو مؤهلات علميا؟ ايه علميا مشان نجاوبوا لعلي. ايه عظيم. انا بعرف مؤهلاتكم بس لا يعني انا لانه الفكره انه بس بدي نحكي عنا وننسى ناس ثانيه. طبعا فمشان هيك كنت حابب اعمم، بس فينا نحكي كمان بالتفصيل. انا خريجه كليه الفنون الجميله ومعهد عالي للفنون المسرحيه دارسه فرعين. تتقن اكثر من لغه؟ وخريجه المعهد الوطني للاداره العامه وعامله حاليا في مجلس الوزراء. نعم ثلاث شهادات مشان ثلاث شهادات. نعم وعامله يعني موظفه في مجلس الوزراء مكلفه بالعمل مع الامانه العامه. فهيدا بالنسبه لي مثل ما قال محمد، فعلا نحن كلياتنا هيك. هلا محمد كمان خريج نقد مسرحي وخريج كليه ادب، كليه الادب، وعم عمل حاليا ماجستير بالترجمه الفوريه. بالترجمه يعني فعلا كل الشباب اللي عندنا بهاي المستوى التأهيل. تماما. بس في شباب كمان بهذا المستوى نفسه بيحبوا يكونوا موجودين وعرضوا خدماتهم وقال رفضت، مزبوط الحبيب؟ يعني كل شيء بصير، ما بعرف يعني هي حالات تعتبر يعني حالات خاصة. نحن العالم لا جاهزين نستقبل الكل ولا لا؟ نحن طبعا جاهزين نستقبل الكل، بس يعني اكيد في نهايه، بالنهايه في توصيفات. يعني في بالنهايه باي مؤسسه في احتياجات معينه، ممكن يجي اشخاص ممتازين بس الحاجه المؤسسه لا تتوافق مع مؤهلاتهم، فهي هيك. بتعرف لفت نظري فكره اللوجو الابواب السبعه، وهذا مين صاحب الفكره؟ هي قصة لوجو قصة طويلة شوي، ما يمكن العالم تعرف انه كان في لوجو قبل هاد وهذا اللوجو الجديد. في لوجوين يعني اخذ الموضوع كثير هيك نقاش ومداولات وتفكير، وبالمناسبة وهذا مهم ينحكى عنه لانه اجانا كثير اراء كمان على اللوجو القديم وشو سبل تفعيله، لانه بالاخير يعني مفترض باللوجو باي لوجو انه يكون اكثر قدرة انه يتلاقى مع كثير استخدامات يعني ويعبر عن الهوية. بس انت عم تسأل كأنك بتعرف شيء. انا بعرف كل شيء، ما احلاني جاي على حلقه ما بعرف ما بعرف شيء. لا هي الفكره فعلا فكره الاشخاص اللي عملوها، بس يعني انا فهماني عليك يمكن انه انت قصدك على قصه. انا خريجه فنون جميله وبسنه 2001 كان مشروع تخرجي هي دمشق عاصمة الثقافه العربيه 2008. يعني انا بال 2001 اشتغلت هذا المشروع، طبعا مو بهلا تطبيقاته يعني، بس وقتها كانت فكرتي هي الابواب السبعه وفنون العالم السبعه واللي هي بتشكل دمشق عاصمة الثقافه العربيه. هبه قاسم، انا عندي معلومات مختلفه بصراحه.
هبة قاسم صح إعلامية معي على الخط، وصارت المشاركات توصلني قبل ما أقدم مادة خاصة بالشارع باخذ هبة. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، تفضلي حضرتك. كيف الحال؟ أول شيء بمسي على ضيوفك. شكرا. الأخت الكريمة دنيا والأخ الكريم حم. إحنا أنا بدي أسأل سؤال مباشرة. أين الحملة الإعلامية على القنوات الفضائية العربية فيما يخص حدث عربي عالمي يخص دمشق؟ أوكي. ما عم نشوف أي صوت إعلاني ولا على أي قناة فضائية عربية. ليه؟ شكرا يا هبة، سؤال مهم وكان تم أجله لقدام، خلينا نجاوب عليه. مع حق، مع كثير حق، بس نتذكر انه احنا لسه اليوم حقيقة مش عن دقة باخر شهر واحد، في شوية تأخير بس لسه اكيد يعني ما انا بوافق على هذا الحكي، عم ينشغل عليه، بتمنى لو كانوا كمان في اشخاص تيم اللي عم يشتغل على هذا الموضوع موجود، لانه في ناس عم يشتغلوا وهن اكيد بيقدروا كانوا يجاوبوا بدقة اكثر عن الخطط وعن هذا، بس هذا جاي بالايام القريبة كثير، يعني رح نشوف اعلانات على غير اقنيه وعلى اقنيتنا بشكل موسع وهام، لانه نحن التلفزيون السوري بصراحه ما عم نقصر، وبعتقد انه عم نقصر هذا حقيقي حتى الاذاعه وهيك، لكن على غير اقنيه هي سؤال لهبه. ان شاء الله مثل ما قال الاستاذ محمد انه اي فلع عم يشتغل على هذا الموضوع، بس كمان انا بشوف انه نحن موجودين، يعني كمان نرجع نحكي بقصه انه ما نغفل جهود العالم، يعني انا بعرف انه كل القنوات عم تغطي اعلاميا الشيء اللي عم بيصير، يعني انا بعرف انه مثلا الجزيره، الـ LBC العربية، كل القنوات عن جد عم بيتابعوا وعم بيعملوا تغطية كتير منيحة، يعني هذا ما بدنا نغفله، بس كمان نحن عم نشتغل على الشق الإعلامي. على كل الأحوال، على الشق الإعلامي بيقودني للمادة اللي بدنا نشوفها اللي هي مصورة واللي هي ربورتاج من الشارع خاص بالاحتفالية وبأهم فعالية من فعالياتي الخاصة اللي هي فيروز في دمشق بعرض المسرحي صح النوم. أنا بصراحة أنقل الريبورتاج كما هو، يعني مو بمونتاج وبتوليف، تعبنا كثير لنحصل على هاي النتيجه، وهي نتيجه كنا بنتمنى تكون احسن من هيك، نتيجه محزنه بالنسبه لي، لانه بالشارع كان في وجهات نظر يعني مختلفه، وكان في يعني في شيء شذبناه جدا، ناس ما بتعرف بالاحتفاليه، وحتى بما يخص فيروز في شيء محزن. خلونا نشوف هذا الريبورتاج، نرجع يكون صار معنا مجال لحتى نقرا المشاركات الحقيقه على الانترنت على rtv.gov.sy، كمان على amjadtv.net، وكمان بنضل دائما معكم بجيلنا على هوا صوت الشباب والفضائية السورية. دنيا الدهن ومحمد العطار، خليكم. هذا جيلنا. شو بتعرف عن دمشق عاصمة الثقافة العربية؟ والله ما بعرف شيء. بتعرف شيء عن فعاليات دمشق عاصمة الثقافة؟ لا والله. ايه بصراحة بعرف بدار الأسد، يعني بعرف الأمور الموجودة، أكثر شيء أنا بيهمني أوبرا كارمن، ما عرفت عنها شيء. والله بالضبط أنا يعني فرع علمي وما بعرف شيء بالثقافات وهي هيك امور السياسه بنوب. ما بعرف شيء. لا بس بعرف انه بصراحه فيروز عم تغني بدمشق. يمكن لانه نحن هلا وقت امتحانات وهيك، بس نعرف اكيد يعني فيروز، هي كانت حفله فيروز بالاوبرا، كانت من احد الفعاليات. فيروز زمان بنسمعها كل صبح، النهار ما بيكون حلو. دائما متجدده، يعني انا بشوفها، يعني كل صباح الانسان اذا ما تفرج على فيروز او سمعها يعني بحس انه نهاره كله يعني مو ظابط. يعني هي اغنيه الصباح تعبر. والله بالنسبه للفنانين مالي حياتي، فيروز هي حياتي صراحه، تعبر عن كل الشعب، موجوده بكل بيت دائما، وكل شاب يعني بيتمنى يشوفه هلا جديد لانه ما شايفينه كثير، وما واذا ما بسمع لك اليوم الصبح مع فنجان قهوه على البلكون ما بعرف. فيروز هي دائما فلكلور، طبعا فلكلور عربي وفلكلور الشعب العربي طبعا السوري واللبناني اللي هن حياتهم ما انفصلوا عن بعض، وطبعا نحن بنرحب فيها كثير ويعني وبنحطها بعيوننا. على كل لسه السؤال الاستبياني النتيجي، نعم اعجبوا الافتتاح الشعبي والرسمي بنسبه 61%، 22 لا لم يعجبون ولم يشاهدوا هن 16% على amjadtv.net. اما المشاركات صارت كثير عنا، خليني اقراهم بسرعه. مجد عاشق دمشق بيقول ما بني خلال قرون في دمشق اقدم عاصمه عرفها التاريخ، لم ياتي من سدى، وخلال التاريخ مرت الاف الغزوات عليها ولم يستطيعوا ان يمحوا شيئا من معالمها الساطعه حتى الان. طبعا هي مو سؤال، هي مجرد مشاركه وانطباع. شكرا لمجد. اديب، لقد حمل الافتتاح الكثير من المظاهر البهرجه غير المالوفه في دمشق، وان كان قد حمل طابع الاستعراض الغربي اكثر من كونه يحمل مخزون الدلاله التاريخيه لاقدم مدينه ماهوله غير عبر التاريخ.
لكن كيف لدمشق أن تكون عاصمة للثقافة اليوم وهي تكاد تكون خالية من الحيوية الثقافية والسياسية والاستماعية؟ عنكم جوابات. أنا برفض هذه الوجهة. هلا هذا وجهة نظر مو سؤال. بتكون متابع بس يا أديب يعني أنا منحاز بس عنكم جوابات. ما مثل ما قلت لك أنا بعتقد هذه وجهة نظر ما سؤال يجاب عليه ونحترم وجهة نظره. محمد من السعودية، هل توجد ثقافة في دمشق أو أي عاصمة عربية؟ هل تعرفون ما هي الثقافة يا سيداي؟ فيك كاتب. أنا جاهل. يا سيداي أصدون إحنا اثنين. يا سيدي ويا سيدتي. أوكي. شو اللي بنكمل؟ ايه تفضل بنكمل قراءته. ايوه انا برايي عندنا شيء ثاني نحكي فيه بعد هذا الريبورتاج محزن من الشارع. شو سبب اللي شفناه؟ ما عرفانين انه خبر في ناس حتى هذا جيلنا الحقيقي. يعني اول شيء خليني اقول مبدئيا بالنسبه بما يخص الاحتفاليه بعدين بما يخص الجيل. الاحتفاليه لساتنا باول شهر، يعني لسا قدامنا سنه كامله، فيعني شوي شوي نحن عم نفوت بالاحتفالية، شوي شوي عم نفوت بالفعاليات. يعني نحن فعليا بشهر واحد الفعاليات الرئيسية اللي كانت عنا هي الافتتاح الرسمي والمديني وحفلة فيروز وحفلة عامد عزارية. نحن بشهر شباط عنا أكثر من 8-10 فعاليات، هلا ممكن محمد يحكي فيهم أكثر مني. ففعليا شوي شوي هلا لما عم تزيد الفعاليات أكيد رح يزيد الإعلان أكثر، رح يزيد يعني القضيه اخبار العالم بانه في فعاليات في دمشق عاصمه الثقافه العربيه. انا بظن بما يخص الاماني هو هيك، يعني بما يخص الفعاليات والاماني هو هيك. طيب. اما بما يخص جيلنا فيعني كمان ما نحمل الامور فوق طاقتها، يعني هذا يعني بالنهايه فعلا في ناس ما لنا مهتمه. هلا مسؤوليتنا نحن انه نروح لعندهم، وهذا الشيء اللي عم نشتغل عليه. بظن انه في كثير توجه، يعني في كثير شغل انه نحن نروح باتجاه العالم الناس وبالاخص الشباب. محمد عم بتقول انه قضيه وقت، لم يكن لدينا وقت كافي قبل 2008 لنكون محضرين، وكونك بالتنسيق يعني البرامج خليني اقول لك نكون محضرين على صعيد الاعلان لحتى ما نشوف هذا المظهر اللي شفناه. لا لا لا, 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 لا اللي شفناه واضح، مشان ما نقوله بطريقه مختلفه، كان عم ينحكى انه في فرق، انه ما بنعرف شو في بالفعاليات ولا ما بنعرف في عاصمه. انا بعتقد معرفت انه في عاصمه ثقافيه هذا امر محقق، ما بدي اجزم بس الى حد كبير. انا بعتقد الاشكال كان انه شو عم يصير، شو الفعاليات، هذا بيجي الوقت. هذا اللي ما في تحضير مسبق، لانه الفعاليات نفسها، الانشطه الثقافيه، تواترها، اختلافها، تنوعها، تلبيتها لحاجات ورغبات واهتمامات الناس، مع الوقت بيكبر الاهتمام. انا بس بدي اضيف شغله، يعني لانه احنا هون ما لنا بمعرض يعني مدح او ذم او اعطاء احكام قيمه. من الاكيد وهذا راي شخصي، يعني انه الثقافه العربيه مو بافضل ايامها، يعني هذا يعني وفي ناس قالوا هلا بكل عفويه انه هن ما بيهتموا، انه هذا وضع على الاقل يمكن ما انه مثالي ما بيسر. بس انا بعتقد نحن بحاجه لعمل طويل، اذا عم نحكي عن ثقافه عربيه، ما بنحكي عن ثقافه محصوره بمدينه، عمل طويل على كافه الاطر والمؤسسات واعاده النظر بكثير امور، خاصه بنظام التعليم، لحتى نرتقي بالاهتمام بالثقافه كمان بموازاه الارتقاء بالثقافه نفسها. اكيد يعني حدث مدته سنه ما له حل جذري ولا حل نهائي. اشكرك على جرأتك في قول الجمله بين قوسين لحطها، انه الثقافه العربيه ليست في افضل احوال، وانت من الاحتفاليه دورنا كجيل لتصير بافضل احوال. بعد ما نسمع لوند اللي هو متصل، هو لوند هاجو وكان ضيفي باول حلقه من جيلنا. شكرا لاتصالك لوند، وسؤالك اذا بتريد بشكل سريع. مرحبا، مساء الخير. مساء الخيرات، كيفكم؟ يا هلا لوند، تفضل تفضل. انا بدري رح فوت بالسؤال مباشره. بدي اقول شغله يعطيهم العافيه الشباب كلياتهم. اهم شغله انه نحن عانينا، انا مثلا هلا رح احكي عني وعن فرقه رماد. عانيت من مشكله انه انا كانت فرقتي بهولندا بامستردام، وكان عندي مشكله انه انا قدمت طلب وحكيت مع الدكتوره حنان مباشره بهذا الموضوع، انه عندي عرضين، عرض تاليف الكاتبه السوريه كوليت خوري وعرض تاليف الاستاذ فراس سواح. فانا هي المشكله انه هن لا عاد فتحوا لنا فرصه بالحديث عن الموضوع، ما عاد قبلوا انه يصير حوار بهذا الموضوع. فانا هي في مشكله بهذا الموضوع، انا بحب بس تفسير ليش هيك عم بيصير معنا، وليش لازم احنا نوقف على طابور يعني لحتى نقدم مشروع لنا. شكرا كثير لوند، شكرا كثير لمشاركتك. انا مشان ما يكون الجانب شخصي بصراحه من قبله لوند، في ناس عندهم خبره من جيلنا وعندهم تجارب وعم بيقدموا
ومثل ما قال الأوند ما عم بيكون لهم حضور ومجال. فينا نجاوب على هذا التساؤل، ليش ما عم بيكونوا عم بيكونوا ضمن الطابور مع انه مفترض يكونوا مو ضمن الطابور بالدرجة الأولى لأنه عندهم خبرة رغم انهم من الجيل الشاب، وبالدرجة الثانية يعني هن جاهزين، هن جاهزين ببيض الوش كمان. محمد ايه بقول يعني انا الأوند بعرفه اكيد، وهذا يعني هو ما له حاجة يعرف عن شغله، بس برجع بقول يعني برجع بعيد وإن كان بدي أقول لسياق تاني. الاحتفالية للأسف للأسف شديد لن تلبي يعني لن تلبي طموحات الكثير على مستوى تحقيق أعمال، بس كمان لينكن لواند بيعرفوا الكثيرين بيعرفوا إنه ضمن الطاقات، وبالأخير هي الطاقات ما أنا يعني غير محدودة الإمكانات، يعني نعطى 30 منحة للشباب ولأول 26 لا أكثر شوي عندي بالقائمة 26 عملاً موزع بين ثلاث مجالات، المسرح والرقص المعاصر، الرسم المتحرك، السينما، ولسه في أسماء. ولسه بدي أضيف أنه يعني هلأ وخلينا نقولها هلأ كمان مرة معك، يعني أنه في منح على مستوى الكتابة، يعني على مستوى النص المكتوب هتكون بمجال الشعر والرواية والنص المسرحي والسيناريو السينمائي. وخليني أقول بس إضافة بس مشان أختم بسرعة، هدول المنح الشبابية توزعت لناس في منهم عندهم خبرات سابقة بس كان في سقف عمري مطلوب بالأخير، وفي منهم تجاربهم الأولى. سقف العمر كان 35 سنة. هذا حرصا يمكن من الاحتفالية على إنه يكون الجيل الموجود بالاحتفالية واللي عم بفعله هو جيل شاب، ما هيك دنيا؟ لا مو بس هيك الحقيقة، أكيد في هاي النقطة، بس نحن بالنهاية في مؤسسات رسمية موجودة عم تاخذ دورها بإنه تدعم المشاريع بشكل عام. هلا قد يكون للشباب احيانا الحصه الاصغر بهذا يعني بانتاج هي المشاريع، فالامانه يعني كانت عندها رغبه بانه هي اكيد بالمطلق هي ما دورها انه تاخذ دور مؤسسات موجوده، فهي دورها انه السد الفراغات موجوده. فكان فعلا ملاحظ بانه يعني مثلا بمديريه المسارح والموسيقى في شروط محدده لحدا يخرج عرض، يعني لازم يكون بس في شروط انتو محدده. انتوا ما تعاونتوا مع مديرية المسارح والموسيقى حسب معلوماتي، ما في تعاون بين الاماني، مزبوط؟ هلا ما بعرف هي المره مصادرك ما انا كثير ظابطه. لا لاقول لك ليش، لانه يعني نحن ما فينا نتحرك اذا هي المؤسسات ما كان في تعاون بيننا وبينهم، يعني اذا ما بيكون في تعاون بيننا وبين الهيئه العامه لدار الاسد الثقافي والفنون مستحيل نقدر نشتغل. المديريه نفس الشيء، المؤسسه العامه للسينما، والحقيقه الكل مبدي كامل التجاوب والتعاون. يعني نحن لا مديرية المسارح والموسيقى كان في تعاون كثير منيح، نحن مسارحهم اللي حيتم العرض عليها، الكادر تبعهم اللي عم نشتغل معه، فلا الحقيقة في كثير. نحن بدنا نوصل نحكي عن المسرح، نحكي عن الفنون، أو دخلنا بالحكي عن الفنون، الموسيقى اللي عم تسمعوها هلا من أحمد عنقا المخرج الإذاعي للبرنامج اللي هو عم يعمل ذا باك جراوند، هو الموسيقى اللي سمعناها بحفل الافتتاح الشعبي، وهي موسيقى كثير كثير جميلة. مين اختارها أول شيء؟ السيدة سلمى قصاب حسن. حلوة الاختيارات على الأحوال. طب والله الحقيقة لأقول لك صدق، يعني الحقيقة فريق العمل، لأنه أنا بتذكر تماما إنه في إحدى السهرات، يعني سهرات العمل اللي كنا عم نشتغلها وما عم نخلص شغل، إنه كنا عم نقول إنه هاي المقطوعة وهي المقطوعة وهي المقطوعة. هيدا يعني جوابا على سؤالك إنه شو دور الـ 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 الكادر السوري بالافتتاح. الكادر السوري هو اللي حط اختار هاي المقطوعات واشتغل عليها، فلا مو بس ست سلمى، بس يعني عندنا موسيقيين شباب مهمين. نحن كان ممكن يألفوا موسيقى خصوصي للافتتاح، يعني ليش ما استفيد لهم دور؟ حيكون لهم دور، يعني حيكون ايه طبعا في عنا عام كامل، يعني باعتبار دخلنا حلو هذا هذا الكلام اللي بحبه عام كامل. لكم مفاجأة مخبينا لنا، قالوا لي على كل الأحوال رح نشوف المفاجأة امتى، رح يقولوا لنا اياها بعد ما نشوف. معنا اتصال، بدي اسف بدي اعتذر منه، خليك معنا على الخط لنشوف هذا المقطع الخاص من الاوركسترا اللي قدمت مقطوعات وقدمت سولويات لشباب موسيقيين. مباشرة انا بعتقد لا الحاضر معي على الهواء، بدنا نحكي عن المسرح بالبداية، يبدو هيك عم بيقولوا لي على الهواء. معنا مقطع من الاحتفالية وما قدموا النجوم السوريين شباب وكبار، خليكم معنا لنشوف هذا المقطع. بدنا نحكي قبل ما نحكي عن الموسيقى، خلونا نحكي عن المسرح باعتبار المسرح ابو الفنون. آمن العرب بالجنة لكنهم خلقوها على الأرض،
كان بوسعي أن أستنشق عبر البحار والمسافات روائح بيتي. الياسمين، الفل، هال قهوة أمي بماء الزهر وضوء الفجر. الشام هي الأرض المقدسة التي جعلها الله منزل الأنبياء ومهبط الوحي ومحل الأولياء. والذين سكنوا دمشق وتغلغلوا في حاراتها وزواريبها الضيقة يعرفون كيف تفتح لهم الجنة أبوابها من حيث لا ينتظرون. دمشق باب الكعبة، شام شريف، مدينة بيضاء محبوسة بالخضرة. في دمشق أعد ضلوعي وأرجع قلبي إلى خببه، لعل التي أدخلتني إلى ظلها قتلتني ولم تنتبه. لكل الأحوال نحن كل شيء اللي بدك تقوله على الهواء ولو ما نسي مشكلة، بس أنا كنت حابب يعني نحكي شوي عن الشيء اللي جاي إذا في وقت، بس كمان كتير. كمان بدنا نشوف ملك عم نقول نحن بأول شهر لسه هذا الحكي كتير مهم وأنا رح أقفل فيه على كل الأحوال، وإن شاء الله بناخذ الوقت لحتى نحكي فيه. ملك علي دمشق عاصمة للثقافة العربية، هو استحقاق يستمر سنة كاملة. عظيم، سمعت؟ والشيء الوحيد الذي يبدو منظما حتى حيني يعني لهلا هو حفل الافتتاح وبعض النشاطات المتفرقة هنا وهناك بين قوسين فيروز، لكنها بمجموعها ليست كافية لتجعل السنة 2008 مختلفة عن غيرها، وهذا ينسجم على النشاطات أو ينسحب على النشاطات الثقافية والحملات الإعلامية التي لم تبدأ بعد. وبدون إطالة أقول الاحتفالية لوحة فسيفسائية كبيرة لا يمكن أن نعتبرها موجودة بمجرد تركيب بعض قطعها، بل على العكس تماما، لن يضير لوحة فسيفسائية أن تسقط بعض قطعها. شو حلو يعني، معه موافقينه يمكن 100%. يعني أنا بدي أقول شغلة، كل ما كان الطموح كبير هذا جميل كتير، وأنا يعني بنبسط إنه الناس عندها تطلعات كتيرة. الأخير أنت بتحط سقف كتير عالي وبتحاول تحققه، إذا قدرنا ولا لا هذا بده يجاوب عليه بعتقد آخر السنة. على كل الأحوال مسرحياً اللي شفناه بيقودني لحتى أحكي إن وين الريبورتوار المسرحي اللي بيحمل ضمنه أهم الكتاب وأهم المخرجين المسرحيين السوريين الموجودين اللي هن أعلام للثقافة السورية. بعد ما نأخذ ضياء من دبي باتصال هاتفي نأخذ سؤالك ضياء، تفضل، أهلا وسهلا فيك من دبي. ألو مرحبا. يا هلا ضياء، تفضل. ألو مرحبا. أهلا. ألو. تفضل، أهلا وسهلا. بالله بدي اسال سؤال، يعني انا ما عندي هالثقافه الموجوده اللي عند الضيوف، بس انا حابب اسال انه شو هي تعريف الثقافه العربيه، وهل هي بتتمثل بس باللوحات الراقصه والكرنفالات، وهل فينا نقدم انه شيء يفيد البلد اكثر من الامور هاي، يعني من ناحيه ال يعني يفيد البلد بال ناحيه ال بدي اقول لك يعني السياحية والاستثمار بالبلد والأمور هاي. أوكي، شكرا كثير لك ضياء. شو هي الثقافة؟ شو تعريف الثقافة العربية؟ سؤال كبير. أوكي. بدنا أساتذة يجاوبوا عليه، بس نحن عندنا إجابات. تفضل. كمان بدي أقول بدي أنطلق من سؤاله أو من مداخلته، لأنه أنا بعتقد هي مداخلة وجهة نظره كثير مهمة. هي فرصة للكل واللي هنا أصلاً أبدوا تعاون مثل ما قلت لا يقدموا ولا نرتقي بقى بما هي يعني بما الحقيقة الثقافة بحاجة له، واللي هي مرافق تانية كتير في شيء على المستوى اللوجستي وأنا معه 100%، بس هذا مهام جهات تانية بنأمل هي أصلاً موجودة وعم تساهم. بنأمل التنشيط السياحي، تأهيل المرافق السياحية الموجودة اللي هي عن جد بحاجة لتأهيل بعض منها أو 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 استعداد لاستقطاب سياح أكثر بمناسبة العاصمة، وتكون فرصة ل ل ل لبنية تحتية سياحية ثقافية بهذا المعنى للمدى الطويل أكثر. يعني. اسمح لي قبل ما تجاوبيني على السؤال اللي سألته قبل ما نأخذ الاتصال. أنا مثل ما قلت لكم بالبداية بشوف الثقافة أولاً كتاب، بعدين فنون تشمل المسرح والتلفزيون والسينما وإلى آخره، وبعدين تجي أشياء أخرى يمكن حديثي خاصة بالإلكترون وخاصة بالتقنية وخاصة كل هاي تدخل لحتى تخلي هذا الجيل الجاي جيل أساتذة ما يكون جيل ما بيعرف. شو رأيكم؟ لا هو جيل منيح. طيب وين الريبورتوار المسرحي اللي مفترض يكون اللي بيشمل
حضور لمثقفين كتابا ومخرجين و... الحقيقة أنا يعني المشكلة إنه هذا اختصاص محمد كمان لحرجع على هذا محمد. لا والله بس فعلا لأنه ماني حابب أحتكر الحديث بس الحقيقة مضطر بس جاوب عن هذا. أنا بس بدي أرجع لنقطة قالتها زميلتي الدنيا، في مؤسسات أخرى عم تنشط بهذا. هون أنا ححدد مشان ما ضل عم عمل، في مديرية المسارح والموسيقى عندها موسمها اللي هو الموسم المسرح القومي، وأنا ما بدي أعطي أرقام مو دقيقة بس إذا ما خاب ظني في السنة 26 عرض مسرحي. الأمانة شو عاملة يعني؟ ما حكمل لك، فنحن لا كيف بوجود 26 عرض مسرح، وهذا رقم كبير ورقم أعتقد أنه كان أحد أهم أسبابه تنشيطه يعني لخصوصية هاي السنة. ولا تنسى أنه عندنا مهرجان دمشق المسرحي آخر هذا العام. أنا آخر أخبار وصلتني أنه هو بشهر 12 حيكون بـ2008 ابتدأ الموسم المسرح القومي بعرض سوبر ماركت، هو بالعروض الاستعادية. طيب نحن بضوء هذا، نحن لما عم نشوف في جهة أخرى عم تغطي نشاطنا، نحن بنرفض مثل ما قالت الدنيا، بنحاول نساعد. نحن عرفت الدنيا بعروض مسرحية، أيضا بعروض مسرحية سورية. الرفض الأساسي كان باستقطاب عروض من العالم العربي أنا معلش سؤالي أنه كان عرض أيمن زيدان هو لداريو فاو، يعني ما مو لكاتب سوري، بس كان فيني أقدم عرض للماغوط، عرض لممدوح دوان. هذا خيار المبدع، خيار المبدع يعني. لما لم يتم التنسيق مع المديرية لتكون هذه السنة فيها عروض بهذا الشكل؟ أنا عن جد، لأنه يعني برجع بقول هيدا خيار مبدعين وخيار مخرجين وخيار كتاب يعني أحيانا، فأنت ما فيك تفرض أنه تقول له المخرج لا ترك هيدا النص وروح على نص تاني، لأنه دمشق عاصمة الثقافة العربية ولازم ناخد نص لحدا سوري أو عربي أو إلى آخره. هذا بالنهاية يعني هذا احترامنا للمبدعين، ما فينا نتدخل يعني هون وبس، ما فينا نتدخل أكثر من هيك. هلأ مثل ما قال محمد، يعني فعليا الأمانة العامة بنرجع بنأكد أنه هي بتقوم بالدور الرفض المؤسسات الموجودة بالمشاريع اللي يعني ما في يعني ما لها مدرجة ضمن مشاريعهم. عندنا المنح الإنتاجية تبع المسرح حوالي يمكن 7 عروض مسرحية للشباب، وفي عروض كبيرة اللي حتكون خلال العام حوالي يمكن 5 عروض أو 6 عروض حتكون موجودة لمخرجين كبار لنصوص مهمة، بس فيها شيء مختلف عن ما سيتم انتاجه من خلال مديرية المسارح. راح نفوت على الموسيقى، راح نفوت، راح نرجع شوي للكتب لانه الاساس مثل ما قلنا الكتب. راح نريح شوي مع عزف قانون سولو من الافتتاح اللي كان موجود، وبعدين نرجع نكمل جيلنا على الفضائية السورية وعلى هوا صوت الشباب. دنيا الدهان ومحمد العطار. يعني انا فوجئوني لما قالوا لي بقى 7 دقائق. انا اسف مشان الاتصالات وكمان مشان المشاركات الحيه اللي ما راح اقراها، بدي بسرعه لانه عندي ماده عن فيروز مهمه لازم نسمعها قبل ما نختم، ولازم نحكي بكثير قصص على صعيد عزف السولو. يعني الشباب وين راح نشوفهم كمان عم يعزفوا سولو؟ يعني بالغناء وبالموسيقى في عنا شباب بيمثلوا ثقافه حقيقيه عن جد. وين راح يكونوا موجودين وقديش ضمن النشاط الدعائي بشكل سريع؟ انا اسف مشان في عنا يعني الحقيقة نحنا لازم أنا لازم أقول دائما مين المسؤول عن الملف لحتى نعطي العالم حقه. في الأنسة جمانة الياسري اللي هي بفريق الأمانة العامة، هي بتشتغل على موضوع الموسيقى المعاصرة، ملف الموسيقى المعاصرة، وأحد أهم يعني الملفات اللي عم تشتغل عليها هي دعم الموسيقى الشبابية بسوريا. فعليا نحنا في عنا فعاليات ثابتة خلال العام، أول جمعة وهي فرصة نحكي فيها، بكرة هي أول جمعة، هو عرض قطعة أثرية بالمتحف يرافقها شيء من الموسيقى، يعني أمسية موسيقية.
في عنا أول أحد قراءات أدبية، أول أحد من كل شهر قراءات أدبية، ثاني تنين ما بعرف ما نتذكرها، ثالث ثلاثة، المهم يعني أنا بوصل لك لعن ثالث ثلاثة اللي هو محور دعم الفرق الموسيقى الشبابية. فكل ثلاثة، كل ثالث ثلاثة من كل شهر خلال عام 2008 هيكون في عنا حفلة موسيقية لموسيقيين شباب عم يقدموا طروحات جديدة وحابين انه يعني لازم انه يتواجدوا بالساحه. بس بهذا السياق بدي اقول نحن بمجمع دمر الثقافي يوم الاثنين عندنا حفل اسمه بساط الريح، وحفل موسيقي لفرق شبابيه بتعمل موسيقى مجدده، يعني بتعمل موسيقى من بلدانها بس مجدده لانه في اكثر من بلد. وفي عندنا فرقه وجوه السوريه الشابه الممتازه جدا، هن شباب خريجين معهد عالي للموسيقى. هيكون هذا اول شيء اذا بدك فرصة كمان نقول العالم تفضلوا احضروا الحفل يوم الاثنين الجاي. هاي اول خبر، يعني هذا اول خبر المفاجئ. هذا بالمناسبه انا بس بدي اقول نحن برنامج اول 3 اشهر التفصيلي موجود ومتاح للجميع على الانترنت. وفي ثالث ثلاثه اللي قالته الانسة دنيا، من كل شهر دعم محور دعم الفرق الشبابيه السوريه المعاصره، كل ثالث ثلاثه من كل شهر في حفله بمجمع دمر، مجمع عاشوراء دمر الثقافي لفرق شبابيه سوريه بالموسيقى، اضافه لتواجدهم باكثر من فعاليه طبعا، بس نحن عم نقول هذا مخصص لهم. هذا الخبر؟ ما بعرف حسب في اكثر من خبر. فيروز نشوف مقطع عن اهم حدث لحد الان بالاحتفاليه. حاولت جاهدا اني احصل على شيء خاص بجيلنا لكن ما قدرت. ضحى شمس المستشاره الاعلاميه بصراحه ما في اخبار للكل مو بس لإلي، بشكرها وبشكر تقبل اتصالنا مع تحت الهواء، وما في اخبار لاي حدا، لكن نحن اخذنا من دره الشرق، هو فيلم صنع بالتلفزيون العربي السوري، اخذنا دقيقه لنورجيكم اياها ونحكي بشويه تفاصيل عن الحدث الاهم ونقرا المشاركات الحيه وشويه شغلات قبل ما نختم بجيلنا. خليكم معنا. فيروز ذاك الصوت الملائكي المسافر بعيدا عبر الزمن يعود اليوم ليردد صداه في قلب عاصمة الثقافة العربية ويصدح بأجمل وأروع ما أبدع. بالتأكيد إن فيروز ترمي في قلب أي صحفي يود الحديث عنها رهبة لما تشكله من حالة إبداعية فريدة ورمز للحب والجمال لن يتكررا أبدا. فيروز ودمشق عهد قديم وعشق متبادل لا يعرف الموت. ناطرينا ودقت الباب وما قدرنا نحضر، جيرني معتر وما قدر يحضر فيروز، وطلبتوا انه ما نحكي بهذا الموضوع نهائيا لانه ما عندكم اجابات، كله خاص بشيء منسق ضمن اطار فيروز. صح لما لا؟ كيف لا ما قلنا منك؟ يعني انه ما فينا نحكي على انه سعر البطاقه وكذا وليش العالم، يعني في انا محمل باسئله عن هذا النشاط ضمن الفعاليه من جيل شاب معتر حاب يحضر وما قدر. الطلب بس لك مشان توضح، الطلب كان بس هو رغبه، وشفت حتى الوقت هلا يمكن اصلا عم يداهمنا، يمكن هلا قلت لي اوف كنا انه بس لانه حاسين في كثير شغلات ممكن نضوي عليها ابدا، لانه نعرف انه موضوع ست فيروز والحفله هو موضوع يعني بده يمكن حلقه كامله، بس نحن كان عندنا رغبه بس نقدر نضوي ونجاوب اسئله الناس عن بعض الامور، بس ابدا ما كان في ما طلب وفينا نحكي اذا بدك هلا. ضل معنا دقيقه فينا نسمع منا بس سؤالكم او نسمع مقطع شعري عن دمشق. سؤالنا؟ مو سؤالكم، مفاجاتكم. سؤالنا مفاجاتكم. ما عندنا اسئله نحن. مفاجأتنا الحقيقة يعني إن شاء الله تكون فعلا هي على مستوى المفاجأة، يعني عن جد هي فرصة أنه من خلال برنامجكم من خلال تلفزيون سوري أنه نحن نقول أنه السيدة فيروز المفترض تخلص حفلتها بأربع شهر، يعني آخر حفلة لإلها هي أربع شهر، رح يكون في حفلة بخمسة شهر مخصصة لجيل الشباب.
انا والله بدي اسفق لك على جد على جد بس للشباب بس للشباب فعليا ايه على الهويه اللي عمره شاب فوق لنشوف لا قد ايه العمر بشوف بنفوت هي هذا الشيء رح نعلن عنه لاحقا يعني انه كيف رح تكون اليه سواء البيع او التعريف الشباب لانه فعليا يعني لما عم جرب نقول مثلا 25 سنه ولا يعني عم تكون القصه صعبه فهذا الشيء عم يندرس هلا بس نحن قلنا انه اليوم لازم نخبر هاي الخبر اذا لخمس الشهر موجوده بدنا اقل من 30 ثانيه محمد بس بدي اضيف انه هذا الحفله حتكون للشباب حيتحدد مين هن وحتكون كمان باسعار خاصه للشباب هاي الاضافه كثير مهمه تمام انا كنت بدي اختم على شارتنا بس حابب اسمع الشعر ولو 20 ثانيه منها هنا الشام خليكم معنا لنسمعه هنا الشام هنا الشام هنا الشام هنا قلبي هنا قلبك هنا حبي على كعبك ووشي بيطير حمام هنا الشام هنا رصيف وشتي نازل بالخريف وعلى الخفيف بتمر جميل لعدنان عودي لكن آسف عم بيقولوا لي لازم يفوت بعدنا وفي برامج بعدنا والوقت خلص نخصصنا نحن محكومين بالوقت وخلوني أعلن عن برنامج الحلقة القادمة وقريت المشاركات الحية شكرا دنيا شكرا محمد شكرا لك شكرا ولكل اللي عم بيشوفونا بدنا ننتقل من الثقافة الأسبوع الجاي حلقتنا عن ثقافة مختلفة جيلنا والرياضات العنيفة رح يكون معي بطلين ملاكمة ناصر الشامي وأمجد عودي خليكم معنا على جيلنا amjadtv.net وعلى صندوق بريد دمشق 10674 على الفضائية السورية وعلى صوت الشباب وباي باي لكل الجيل هذا جيلنا هذا كل اللي قالوا لك عنا وتحكي لنا هذا جيلنا هذا قصة مجموعة قصص تفكيرنا تحكي لنا عن جيلنا هذا نحن شو كتبنا وشو هذا جيل